قال موقع الخليج أونلاين إنه بعد ساعات من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، حذرت جماعة الحوثي جميع الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات من استهدافها. محللون قالوا في تصريحات للموقع إن هذه التهديدات تمثل أعلى مستويات الابتزاز، وهي مؤشر على مأزق الحوثيين أكثر من كونها دليلاً على قوتهم. وأضافوا أن التهديد الحوثي كان متوقعاً، وأن السيناريو الحالي هو عودة الحرب التي سيحاول الحوثيون أن تكون مزدوجة في حال عدم تدخل دول كعمان للتهدئة من خلال التصعيد العابر للحدود، أملاً منهم في دفع التحالف إلى قبول شروط تجديد الهدنة.